فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا حلف الإنسان على شيء ثم حلف أنه لا يحنث فيه ثم حلف بعد ذلك، فهل عليه كفارة أم لا؟ حلف أن لا يفعل شيئا ثم حلف أن لا يحنث فيه، ما يحتاج أن الحلف أن لا يحنث فيه. إذا حلف على ترك فعله فلا يجوز له أن يفعل، إلا إذا كان فعله أحسن من البقاء عليه، فيكفي الحلف فلا يتجنب ما حلف عليه، إلا إذا كان الحنث أفضل من المضيف اليمين، فإنه يفعل الأفضل ويكفر عن يمينه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.